وبهذه المناسبة ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت المحلل الاقتصادي علي العنزين. رحب فيك سيد علي، وبداية كيف تصف التعاون الاقتصادي بين دولة الكويت ومملكة البحرين، وأبعاد زيارة سمو أمير دولة الكويت على هذا التعاون؟ بالبداية رحب فيكم أخي كريم، أشكر استضافتكم. لا شك أن أطر التعاون الاقتصادي ممتدة بين الكويت والبحرين منذ الأزل، لن نستطيع أن نقول يعني ككيان دول مجلس التعاون حتى قبل هذا الكيان قد يكون قرون علاقات فطيلة جدا، وبعد أيضا وصولنا إلى تأسيس دول مجلس التعاون زادت الاتفاقيات وزاد التعاون الاقتصادي بين دولة البحرين وبين دولة الكويت حال دول مجلس التعاون، وقد تكون هناك علاقة مميزة أيضا بين بلدينا بما أن هناك ترابط حتى بين الأسر الحاكمة، أدام الله حسن هذا الخير إن شاء الله على الكويت والبحرين. أعتقد أن مثل هذه الزيارة لا شك أنها تؤكد ودائما تسعى إلى تعزيز أواصر التعاون وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية بين دولة الكويت والبحرين، كما كان أيضا قد يكون سبق في عمان سمو الأمير حفظه الله، وأيضا افتتاح هناك مشروع كبير في الضغط. الآن أيضا الدور على البحرين، وإن شاء الله حزمة من المشاريع الجديدة والتعاون أيضا جديد بين البلدين. إذا كيف تستشرف مستقبل هذه العلاقة بين البلدين في المجال الاقتصادي مستقبلا؟ لا شك أن هناك نظرة مستقبلية جيدة لمثل هذه العلاقات. لا شك أن دولة البحرين أيضا من الدول المحورية في دول مجلس التعاون، والكويت دائما عندما تقوم بمثل هذه الزيارات وبتمثيل على اعلى مستوى من لدى الحضره صاحب السمو، لا شك ان دائما نتطلع لمستقبل افضل، نتطلع الى تحقيق الاهداف والطموحات بشكل او باخر. نعم، من الكويت المحلل الاقتصادي علي العنزي، شكرا جزيلا لك.